لا لا كات. يلا نكس في لبعض ونكس. يلا عايز 5 دقايق ولاقي كله مظبوط، محدش يقف يرغي. انت واقف ليه كده؟ قلنا الموبايلات مقفوله في التصوير. معلش يا استاذ، حضرتك كان انفعال الرعب مع الرفض على وشي زي بعض ولا الرفض كان اعلى شويه؟ اظبط حاجه. وشك ايه يا امين؟ وشك انت دوبلير كده كده، وشك مش هيبان، دي حتى تبقى عيبه في حقي. بص يا امين، ان شاء الله طول ما انا عايش وشك عمره ما هيبان في الشاشه. حبيبي يا ريس، والله العظيم تشجيعك ده هو اللي مخليني اعمل مشاهد بالعظمه والحلاوه دي. دلوقتي بقى اسلم القنبله للي لا 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 اوعى اوعى. قنبله ايه اللي تسلمها؟ انت فاكرها اكسسوار؟ دي مش اكسسوار، دي حقيقيه. نعم، انت عارف الاكسسوار دلوقتي عامل كام؟ الاكسسوارات بقت غاليه جدا، انما دي قنبله محليه اي حد يقدر يعملها. يعني انا هموت كومبارس ومنفجر انا كده وشي مش هيبان في اي حته خالص بقى. ما تقفرش بقى يا امين، خلاص يعني خلاص، يعني انت اللي هتضيع السينما المصريه. ما قلنا لك هنبعت نجيب دلوقتي خبير فني يفك لك القنبله دي. طب ما هو حضرتك الراجل ده هيجي امتى بس؟ جاي جاي، ما تقلقش. ايه ده بقى يا امين؟ خلاص يعني خد، عايز بريك ايه؟ شوفوه عايز ياكل ايه. حلوله الله عايز الو. ايوه ماما. لا انا في التصوير. انا كويس الحمد لله. لا 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 استني بس، الزباله ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا بحبك جدا، وعايز اعترف لك ان انا ماما، انا اللي كنت باخد الكفته قبل ما تتحط في الصلصه، مش محمد اخويا. ايوه انا صوتي كويس يا ماما، بس انا عشان الدور تقيل شويه، عندي دور. ادعي لي بس انت يا ماما. لا 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 بلاش حكايتي كسر الدنيا الدور بلاش النوعيه دي، بلاش من الدعم يا ماما. يا ماما يفرقع ايه الفيلم بس وبتاع؟ لا خليكي ادعي عادي عادي يا ماما، دعاوي عاديه. ميرسي قوي، ربنا يفتحها في وشي. شكر يا حبيبتي، انت دعوتك مقبوله، انا فهمت اليوم كده النهارده ماشي ازاي. خلاص طب انا هكلمك تاني يا حبيبتي، هكلمك يعني لو فيا ان شاء الله وقت هبقى هكلمك يعني لو ينفع. مع السلامه. مع السلامه. الاستاذ احمد امين، حضرتك الخبير بتاع القنابل؟ انا ايوه الوكيل المختص. الحمد لله. اتفضل. فين القنبله اللي فيها المشكله؟ انت اكبر من صدري اهي. اوكي. طيب لا والله يا فندم انا مش هقدر اساعدك، الماركه دي احنا ما بنشتغلش فيها. يا فندم ماركه ايه؟ انت بتصلح غساله؟ هو موتور ميه؟ اي حاجه؟ ده بني ادم مربوط فيه قنبله، يعني انا الماركه بتاعتي انا شخصيا هتتمسح من على الوجود. طيب معلش، هدي نفسك، هدي نفسك، هحاول اساعدك. حاضر. ارجوك اتفضل. حاضر. انا حاضر. الو. ايوه يا نسا عبير. لو سمحت اديني الباشمهندس هشام. قولي له باشمهندس سراج عايزك. طيب الله يخليك، ميرسي. ايوه باشمهندس هشام، ازاي الصحه؟ عامل ايه؟ والاولاد؟ الله يخليك. انا دلوقتي عند عميل وهو القنبله بتاعته مش من عندنا. يا فندم تخيل. لا مش نفس الماركه. اوكي طيب تمام. حاضر تمام. بص يا فندم، احنا هنفكها لك بس هتضطر تدفع مصنعيه اضافيه، ومش هنقدر نديك ضمان لانها مش بتاعتنا. يا دي ضمان؟ ايه هو انا ضمن عمري اساسا؟ يا حبيبي ادفع لك اللي انت عايزه وخد اللي نفسك فيه. طيب حاضر، هدي اخلاقك، انا ما باخدش حاجه حضرتك، انت بتدفع للتوكيل. وبعدين عندك شكوى اتصل بالاداره، انا مالي انا. يا سيدي الشكوى الغير الله مزله، ممكن حضرتك تخلصني بس تفكني الموضوع ده خلينا نمشي. حاضر هدي اخلاقك. حاضر. حضرتك عندك مشكله في الحساسات. الحساسات بتاعتي انا ولا دي حساسات ايه دي؟ حساسات القنبله فيها مشكله، دي ممكن تنفجر في اي وقت، احنا ما نعرفش التايم بالظبط. معلش هجيب حاجه واجيب. يا استنى، انت رايح فين؟ ما تشوف لنا صرفه بالحساسات دي، فك اي حاجه اعملها على خلينا. هموت. طيب معلش هدي اخلاقك، هحاول اساعدك. حاضر. على طول بقى. ايوه يا نسا عبير، لو سمحت معلش اديني الباشمهندس هشام. هو هشام ده ملوش نمر، على طول تروح تكلمه هو. ايوه يا باشمهندس هشام. ايوه العميل اللي هو كان معاه قنبله محليه الصنع. حساساته طلعت مش شغاله. اعمل ايه؟ لا خالص؟ يعني خلاص كده؟ لا بجد ما تهزرش. طيب تمام، اركب له ثلاثي.
لا معايا 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 كتير اركب كتير. ثانية واحدة انت حضرتك ليه بتصلحها؟ انت احنا ما عايزين نبطلها، عايزين نوقفها، بتصلح ايه؟ حضرتك انا الاوردر اللي جاي لي اوردر تصليح مش تبطيل، حضرتك عايز حد يبطل تتصل تقول لهم ابعتوا لي حد يبطل. خلاص انا اسف، انا حضرتك اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة وخلصني، اتفضل انا اسف. طيب هدي اخلاقك. حاضر. ايه الصوت ده؟ لا هي كده اشتغلت تمام والحساسات والهزازات كله كويس. احنا كنا عايزين نسكتها، انت شغلتها؟ بقت شغاله دلوقتي؟ معلش حضرتك بس لو تمضيلي هنا ان الحساسات شغاله. حساسات ايه؟ انا مش عايز دي شغاله دلوقتي. طيب ما حضرتك ما اصل انا يعني هي تقريبا المفجر ده صيني وانا ماليش في الصين. مش يعني ايه صيني؟ يعني مش انا هموت بالرخيص يعني ايه صيني؟ يعني هنحتاج الخبير الصيني يجي يساعدنا. يا عم هات اي حاجة، ابوس ايدك خلصني. خناو ما ده بشي شي شي جيني زوجوان ده. ينهار مش فايت. ايه اسأله. 这太没经验了，是谁给你组装的？你给我说。 يعني ايه؟ ما دايم لوجه الله. ايه ده؟ يعني بيبقى هو给你解开的。 لا فهمني يا بيه، يعني ايه مش فاهم؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تقلقش اهي. بقول لك يا نجم، الحاجه دي تلزمك ولا اخدها انا اكل منها لقمه عيش؟ ده قلبه ضعيف جدا.